نفترض الان عندي سيستم له ترانسفير فانكشن اف او اس، وهذا السيستم بدنا نعمل له كنترول، عملنا له موديل لهذا السيستم لهي الترانسفير فانكشن تبعت السيستم، حددنا انبوت واوتبوت، طلعنا الترانسفير فانكشن طلع معي اف او اس، وهذا الكنترول سيستم حتى اتحكم فيه. سكرت اللوب، اخذت هون فيدباك، والفيدباك ايش نوع؟ لازم يكون نيجاتيف فيدباك. هاي صار عندي سيستم جديد. تتذكر المرة الماضية طلعنا الترانسفير فانكشن الجديدة لما السيستم لما تسكره؟ الترانسفير فانكشن الجديدة إذا بتحب سميها كلوز من هون بتساوي كي اف او اس على 1 زائد كي اف او اس، اتش او اس هون عندي 1. ماشي، الكل متذكر هاي كيف طلعناها المرة الماضية؟ اشتغلنا عليها المرة الماضية طلعناها، ونزل سكرت اللوب وضربت هذا هون في كي، صارت عندي هاي هون الفانكشن الجديده كانها كي اف او اس. لما سكرت اللوب لانها نيجاتيف فيدباك، هاي الاشاره بوزيتيف، ما فيش عندي انا هون اتش او اس، فما دخلت. لو عندي اتش او اس كانت تنضرب بالمقام هون، ما بتنضرب في الاصل. اذا بهاي الحاله بامكاني اسال السؤال، لو انا بديت ازيد كي، السيستم هذا في لحظه من اللحظات راح يصير انستيبل، راح يبدا يتحرك البولز. واضحه الفكره العامه؟ هون في عندي مجموعه من البولز، هاي البولز راح تتحرك من مكانها بتغيير كي. هلا ممكن في لحظات معينه تكون هي في الرايت هاند سايد تتحول للليفت هاند سايد، وممكن تكون في الليفت هاند سايد وتروح على الرايت هاند سايد، هذا بهمناش شو. بس انا ممكن الان اسال السؤال، انا هدفي اغير كي عشان احسن الاداء تبع السيستم، لكن الخطوره اني ممكن ازيد كي، ايش يصير؟ يتحرك هذول البولز، يعني نفترض عندي بولز هون وهون وهون، رح الاقي هدول بولز بزيادة كي بدهم يتحركوا من مكان، صار عندي بولز جديدة، هدول البولز يتحركوا عند النقطة هاي، صار عندي مشكلة، أنا زدت كي كثير. فأنت بإمكانك تسأل السؤال، تقول قديش قيمة كي لازم أوقف عندها قبل ما السيستم هذا الجديد يصير unstable؟ لاحظوا البولز وين، ايش وين رايحة؟ على الليفت هاند سايد، على الرايت هاند سايد. إذا راوث كمان راوث هورويتس كرايتيريا ممكن استعملها بحيث انها تقول لي ايش قيمة كي اللي بتخلي السيستم ستيبل او ان ستيبل، يعني كي صارت مجهولة الآن وبدي أعرف قيمة كي اللي بخليني السيستم هذا ستيبل او ان ستيبل باستعمال الراوث كرايتيريا. خلينا نشوف، ناخذ مثال. في عندي مثال هون اف اوف اس، واحد على عندي هون اس في اس سكوير زائد اس زائد واحد في اس زائد تي. هذا السيستم الاصلي، حطيت انا هون كي، وبدي اسال السؤال انه هذا السيستم انا بدي احسن الاداء تبعه، بدي ابدا ازيد كي. عند لحظه معينه ممكن السيستم يصير انستيبل، بدي اعرف ايش قيم كي لازم انا التزم فيها بحيث انه السيستم الجديد كله هذا يصير ستيبل. حتى اطلع من هيك لازم اطلع دي او اس بشكل معروف. عندي هذا هون اس سكوير زائد اس زائد واحد في اس زائد اثنين. لو بدنا نحل، لو بدنا نبسط هاي شو بدنا نعمل؟ بدي اضرب، اذا بدك اضرب في البدايه اس هون، بصير عندي اس كيوبد زائد اس سكوير زائد اس مضروب في اس زائد اثنين، بعدين بصير نضرب كل واحد من هذول. انا اخذت هون بولينوميال مباشر، هذا اللي هو دي اوف اس. هلا شو ممكن اضرب؟ بدي اضرب اس في الثلاثه هذول، بصير عندي اس تو ذا 4 زائد اس كيوب زائد اس سكوير زائد 2 اس كيوب، هلا 2 عم بضربهم فيهم كلهم، 2 اس سكوير زائد 2 اس. هلا بدي اجمع اس تو ذا 4 فيش غير واحد، اس كيوب في عندي 2 1 3 اس كيوب، اس سكوير في عندي 3 كمان اس سكوير، وبعدين شو ضل عندي؟ اس اس بس مش هيك، مش غيرها اس 2S. طيب هذا السيستم لو جينا اطلعنا عليه هون 2S سكوير، هذا صارت الترانسفير فانكشن اللي تحت. اذا هذه راح اجي احط هنا، صارت هذه S to the 4 زائد 3S كيوبد زائد 3S سكوير زائد 2S. في اللابلاس ترانسفورم بقدر اذا عندي 2 بلوكس ورا بعض ايش بقدر اعمل؟ بقدر اضربهم. اذا الكي هاي شو بقدر اعمل فيها؟ احطها هون وبمحي هذا، بضل نفس السيستم.
هلا بدنا نطلع ترانسفير فانكشن تبع السيستم الجديد. ايش قلنا؟ جي اوف اس على 1 زائد جي اوف اس. هاي جي اوف اس الجديده. اذا الترانسفير فانكشن الجديده اف كلوزد بتساوي هاي الكميه كي على اس تو ذا 4 زائد 3 اس كيوب زائد 3 اس سكوير زائد 2 اس على 1 زائد نفس الكميه هاي كي s to the 4 زائد 3 s كيوب زائد 2 s سكوير زائد 2 s. كيف بقدر ابسط هاي؟ شو ممكن اعمل؟ بضرب البسط والمقام في الكميه هاي اللي موجوده هون اللي هي هاي. اذا ضربت البسط في الكميه هاي شو بضل عندي في البسط؟ k. k. واذا ضربت المقام في الكميه هاي شو بضل عندي؟ بضل عندي هون k والواحد هذا بنضرب في الكميه هاي. اذا هذا بيساوي K عندي 4 وتحت بيصير عندي بالاخر في K وفي البدايه هاي لما ضربتها في واحد شو اعطتني؟ S to the 4 زائد 3 S كيوب زائد 2 S سكوير زائد 2 S زائد K. شو بقدر الان اعمل؟ هي صارت هاي ترانسفير فانكشن جديده تبعت السيستم، يعني كانه هذا كله بدلته في بلوك، بلوك واحد. قديش ترانسفير فانكشن تبعته؟ 3 S سكوير. ايش اللي هو عندي؟ 3 S هاي 3 اس سكوير زين هاي طبعا مش هيك هاي 3 وهاي لازم تكون 3 مش هيك مضبوط شو بقدر الان اعمل هلا السؤال ايش عم نسال هون السؤال من هون ايش قيم كي اللي بدها تخلي هذا السيستم يضل ستيبل شو بقدر اعمل ايش اس تو ذا ان هون عندي اس تو ذا 4 اس تو ذا 3 اس تو ذا 2 اس تو ذا 1 اس تو ذا 0 عندي 1 3 ثلاثة اثنين كي زيرو أول واحد شو بيساوي؟ ثلاثة في ثلاثة قديش ثلاثة في ثلاثة؟ تسعة ناقص اثنين سبعة سبعة على ثلاثة سبعة ثلاثة ثاني واحد اثنين في كي اثنين كي ناقص زيرو اثنين كي اثنين كي على اثنين كي طبعا هون عندي زيرو سبعة في ثلاثة في اثنين 14 على ثلاثة 14 على 3 ناقص 3 كي على 7 على 3 عشان اوسع هون راح انزل هذه اس 0 لتحت هي اول ترم ثاني ترم راح يكون 0 مش هيك لانه كي في 0 0 ناقص 0 0 خلص ما فيش شو ضل عندي اخر ترم هلا من هون هذا اللي هون راح يكون هاد في كي ناقص 0 على هاد شو راح يعطيني؟ كي واضح ليش اعطاني كي؟ كل فاهم ليش اعطاني كي؟ هاي افترض هذا اكس اكس في كي شو بتعطيني؟ اكس كي اكس كي ناقص زيرو بتضلها اكس كي اكس كي اكس كي على اكس بتعطيني؟ كي كي اذا هلا نطلع على مين رح نطلع؟ على مين رح نركز الان؟ على العمود الاول، العمود الاول ناصح شوي من هون فلازم نحرك الخط هذا كله لسه العمود الاول مش هيك؟ حتى يكون السيستم ستيبل ايش لازم تكون الشرط في كل هدول؟ بوزيتيف اذا هاي بدها تكون بوزيتيف وهاي بدها تكون بوزيتيف مش هيك؟ الاولى سهله اللي تحت سهله اذا كي لازم تكون ايش؟ شو يعني كي اكثر من زيرو؟ بتعرفوا؟ ايش معناها؟ شو معنى تطبيقها على هذا السيستم؟ يعني انه لازم يكون نيجاتيف فيدباك لان لو كي حولت اشارتها كاني حولت هذا لبوزيتيف لبوزيتيف فيدباك اوكي هاي بس مش هاي الكريتيكال احنا واضح انه كي راح تكون اكثر من زيرو شو هذا اللي بدي اعرفه؟ بدي اعرف ايش الليمت الاعلى تبعها اذا شو بدي اعمل بهاي الكميه؟ هاي بدها تكون اكبر من زيرو يعني 14 على 3 ناقص 3 كي على 7 على 3 بدها تكون اكبر من زيرو مش هيك؟ حتى هاي تكون اكبر من زيرو شو اللي لازم تكون اكبر من زيرو؟ هاي مش هيك هاي ما بتاثر علي 7 3 مش هيك مش بقدر اضرب الطرفين في 7 3 اضرب هاي ب 7 3 بتروح اضرب الزيرو ب 7 3 شو بصير؟ بضل 7 3 مش هيك بتغير الزيرو اذا ضربته ب 7 3 اضرب الطرفين مثلا اذا بدك ب 3 اذا عندي بتروح ال 3 هاي وبتصير هذه 9 9 شو بقدر اعمل كمان هلا؟ مش بقدر انقل ال 9 كي على الجهه الثانيه؟ بصير عندي 14 بدها تكون اكبر من 9 كي اذا كي بدها تكون اقل من قديش؟ 14 9 14 9 قديش تقريبا 14 9 1 ونص تقريبا مش هيك؟ تقريبا شو معنى هذا بالكلمات؟ فيزيكلي شو معناه؟
شو استفدت من الكلام هذا من ناحية إذا بدك تفسر أنت فيزيكي هاي أي سيستم إيش لازم نعمل؟ إذا K بقدر أزيدها وبصيرش تكون نيجاتيف بقدر أضل أزيدها لكن لازم أتوقف إمتى؟ لما تكون واحد ونص احتمال أنا ما وصلش أصلاً واحد ونص بدي أوقف أتوقف يمكن عند واحد 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 بالعشرة هلا أنا بلاحظ في فائدة من زيادة K steady state error بنزل والperformance تبع السيستم بتحسن وهذا لكن إذا تماديت في هاي إيش بصير عند السيستم؟ unstable إذا لازم K يكون بين زيرو هاي النتيجة النهائية ما خلصنا لازم يكون الآن إنه K أكبر من زيرو وأقل من 14 على 9 هاي هي النتيجة النهائية المهمة إذا إحنا استفدنا من الراوند بحيث إنها ساعدتني ألاقي قيمة K المناسبة.